هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. لو انت جديده هنا، هاي انا نور جهان. اعملي سبسكرايب ودوسي على علامه الجرس عشان ما يفوتكيش اي فيديو جديد. لو انت مش جديده هنا، هاي انا متاخره قوي، هتبهدل هتشتم، اتهزقت كتير قوي على سناب شات، انا اسفه، وعندي كلام كتير قوي اقوله ومحتاجه فيديوز كتير قوي اشرح لكم فيها. بس كل البنات اللي انا شفتهم في الاقصر واسوان، السبسكرايبرز اللي جيتوا سلمتوا عليا، انتوا كنتوا زي القمر. وان شاء الله لو نزلت الفلوج بتاعه الاقصر واسوان، انا خدت فوتج كده بس مش عارفه، لسه ما شفتهاش، مش عارفه حلوه ولا لا. هنزل صوركم في الفلوج ان شاء الله. اي حد يشوفني تعالوا سلموا عليا. الحمد لله بقيت طبيعيه، ما بقتش اوكورد لما بشوفكم، الحمد لله بقيت بني ادم طبيعي. اي حد يشوفني يجي يسلم عليا. لو عايزه تعرفي ايه الميك اب ده، شفتي التايتل، عايزه تعرفي ايه رايي في فوريفر 52، حلو وحش، بشع، غالي، رخيص، اللخبطه دي، اتفرجي على الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو ينفع تعملي شير، هنكبر الشانل يعني كده، واعملي سبسكرايب لو انت اوريدي مش عامله. ويلا نشوف. بصوا انا عماله سويتش اب كده بالست اب، هنشوف ايه الحلو. اول حاجه جبتها هي الاي براو جل من فوريفر 52، بيجي في كيس كده صغيره، بتتفتح كده بسوسته، وبيجي لك ثلاث حاجات جواها. بيجي لك سبولي اللي هي فرشه الحواجب ده شكلها، وبيجي لك البراو جل نفسه، وبيجي لك فرشه حواجب انجل براش كده صغيره علشان تعملي بيها حواجبك. انا الشيد اللي جبتها، انا كانت اول مره اجيب، فمش عارفه يعني السواتش اللي شفتها كانت حاجه، بس لما جه حسيته فاتح قوي، فاعتقد دي حاجه هتخليني ما احبوش قوي، بس هو لونه فاتح. ده درجه اي كي 005. ده كان سعره. بصوا انا جبت الحاجات من اماكن مختلفه، فانا مش همنشن انا جبت منين، بلس ان مفيش حد مديني ديسكاونت كود او حاجه ليكو، فانا مش عايزه اسوق لحد في نفس الوقت مش مديني حاجه. ف انا جبت الجل ب 190. انا مبدئيا بالنسبه لي مشكلته انه مش في التيوب همشي الفرشه فيه على طول، هحتاج احطه على حاجه فهاخد اي سيرفيس عندي نزل كتير قوي. مبدئيا هو ليكويد جدا جدا، وانا مش عارفه انا ازاي ممكن اعرف اتصرف بحاجه زي دي. حاسه ان هو مش هيهولد حلو على الحواجب لان هو ليكويد بالزياده، بس برضو خلينا لما نجرب، ممكن لما نجرب في الابلكيشن الدنيا تختلف. بلس ان هو شكله بلوند غامق. انا في السواتشز، انا اسفه ان انا يعني بوريكم على هايلايتر، بس هو ده اللي لقيته جنبي، فانا يعني هو ده اللي لقيته جنبي ماشي. هو شكله بلوند غامق، فانا مش عارفه ايه الحوار ده، بس يعني خلينا نجرب. هبدا باني اسرح حواجبي. انا نورمالي بحب استعمل فرش الحواجب بتاعتي، بس علشان الفيديو ده خلينا نجرب الفرشه بتاعته. هاخد على الفرشه حبه صغيره، سايل قوي يا جماعه، يعني بصوا شباب انتوا شايفين ولا لا، بس هو ليكويد قوي، يعني هو اخف من الليكويد فاونديشن. طيب مبدئيا هو فعلا فاتح جدا، انتوا شايفين اللي بيحصل، هو ليكويد قوي، انا مش عارفه ارسم بيه، يعني اتس فيري ميسي. الفورمولا بصراحه وحش قوي، ليكويد قوي، سايح قوي، يعني مش هتعرفي تكنترول. بصوا هو اظن انا مش محتاجه اشرح، انا مش عارفه ايه اللي حصل ده، بس هو حاجه مقرفه. طيب اقول لكم رايي فيه بصراحه، هو مش وحش، مش هحاور عليك، هو مش وحش، هو بشع، هو مأساوي. يعني ال 190 جنيه دول طيريهم في الهواء احسن، ما تجيبيهوش، بجد وحش قوي. هحاول اصلح بقى الكارثه اللي حواليه ده باني اظبطه بكونسيلر. بصوا انا حاولت احسن الوضع على قد ما اقدر، بس بكونسيلر الحمد لله ان في حاجه اسمها كونسيلر، بس الموضوع مأساوي. طيب تاني حاجه معانا هي باكج، اتوسخت شويه مني من درج الميك اب يعني، بس هي اي شادو باليت اللي هي دي اي شادو ترندز بلاتينيوم اديشن، تمام. دي فيها 18 لون. ده شكلها من ورا بالالوان اللي فيها. الباليت دي كانت ب 430 جنيه، ودي برايس بوينت تحفه بصراحه، على انك تاخدي 18 لون ب 400 وحاجه، ده شيء حلو قوي بصراحه انا شايفاه. ده كوفر بيطلع من الباليت. حجم البانز حلو قوي، يعني انا شايفه سعرها على عدد الالوان وحجم البانز تحفه بصراحه. انا مش عارفه انا هعمل لوك ايه، بس تعالوا نشوف. هبدا احط ده
وده في الكريس، يعني هبلد ده الاول بعد كده هحط ده عليه في الكريس. مفيش كيك باك، مفيش فول اوت جوه الباليت، يعني لما بحط الفرشه ما بيطلعش تراب كده. مبدئيا البيجمنتيشن عجباني قوي وبتبلند بسهوله قوي، يعني مش تعبانه في اني ابلند اللون، بحطه يا دوبك بعمل بالفرشه خفيف بيدمج كويس قوي. يا بنات البيجمنتيشن والدمج بجد لحد دلوقتي تحفه، يعني لحد دلوقتي الالوان بتندمج حلوة قوي مع بعض وما بتاخدش مني اي مجهود. البيجمنتيشن حلو جدا. استعمل ده بفرشة ديفايند اكتر، هحطه في كسرة العين، مش هطلعه وانزله قوي زي التاني، هحاول اركزه شوية في كسرة العين. هرجع اخد الفرشة اللي كان فيها الكريس كولرز عامه وهدمج طرف اللونين مع بعض ده ونحطه في طرف العين مثلا. بصوا لما باخد من اللون بيطلع كل ده منه، فتابت كويس زي ما انتوا شايفين، عملت زي حرف في في اخر عيني كده. وانا عامله تشالنج مع نفسي، يعني تشالنج شخصيه، انا هرجع اخد نفس الفرشه بتاعت الاول وهدمج تاني. عامله تشالنج كده مع نفسي ان انا لمده شهر هحاول انزل لكم 2 فيديوز في الشهر، 2 في الشهر، 2 فيديوز في الاسبوع. تيجوا نعمل هيلو ايز مثلا نفس اللون، هاخده واحطه من جوه. عارفه لما تبداي كده ميك اب انت حرفيا مش عارفه انت هتعملي ايه. تعالوا ناخد الدرجه دي ونحطها في الكريس، ندمج بين الغامق اللي بره واللي جوه ده بالكريس بس خفيف قوي، وهعمل زي خط اجيب الاثنين مع بعض. الغريب ان انا معظم اللوكس اللي بعملها اللي في الاخر بتعجبكم بتقعدوا تقولوا لي عايزين توتوريال وعايزين تشوفوها، بتبدا بان انا حرفيا انا مش عارفه انا بعمل ايه، ولا انا عارفه انا هعمل ايه اصلا النهارده. انا حاسه ان هو قرار هندم عليه طول حياتي، انا بكره اللون الاصفر، بس هنا في اصفر شمري اللي هو ده. لا واصفر ايه، اصفر كتاكيتي ما بيهرجش يعني. ما تيجوا نجربه، حطوا بين اللون الغامق يعني احطه في نص عيني. بس انا لما حطيته على عيني ادى على جولد، فبين الاورنج اكتر اللي انا حطيته في الكريس في كسرة العين. هاخد الدرجة اللي هي دي وهحطها تحت عيني، هاخد الدرجة الابيض دي، هي ابيض بتلمع، وهحطها تحت حواجبي وفي كورنر عيني. ها شايفين؟ طيب انا كده خلصت كل باقي وشي، فاونديشن كل حاجة تمام. الاي شادو باليت وهمية، اي ابروفت، يعني لو انت واحده بتصغي في رايي وفي كده في الميك اب روحي هاتيها تحفه. لو عايزه اي شادو باليتس فيها شيمر ومات وفيها كولكشن درجات مختلفه، انا شفت كمان في المكان اللي انا اشتريت منه الوان تانية منها، فلو انت عايزه درجات الوان تانية انا شايفه ان بيرفكت برايس بيجمنتيشن تحفه، بلندنج وهمي، انا اقارنها بالتارت اللي عندي. فالاي شادو باليت تحفه. بالنسبه بقى للروجات انا جبت 3 ماشي، انا جربتهم ليه عشان اقدر اقول لكم ثباتهم عامل ازاي والكلام ده. جبت ده اول واحد اللي هو الفلفت مات من فوريفر 52 ده شكله. ده انا جبت منه درجتين، جبت الدرجه دي والدرجه دي. الدرجه دي الغامقه FL 31، والدرجه دي اللي افتح اول اللي على بينك درجة، ودي درجة FT015. اول تعليق هقوله لكم على الاثنين دول ان درجاتهم ما كانش ليها اي علاقة بالصورة اللي انا اشتريتها. بالنسبة لاول واحد الفاتح هحط لكم هنا الدرجة الاساسية اللي انا اشتريت على اساسها او اللي انا شفت السواتش بتاعتها فجبت منه، وبالنسبة للتاني اللي هو الدرجة الاغمق هوريكم برضو هنا هحط لكم الصورة بتاعت انا جايباه على اساس ان هو درجة ايه. الاثنين دول كل واحد ب110 من المكان اللي انا جبته فيه، ممكن تلاقوا فرق اسعار اعلى شويه او اقل شويه على حسب انت هتجيبي منين، طبعا السالرز تفرق عن بعض. والثالث انا جبته هو الليكويد ليبستيك ده شكله. ده بصراحه مش هقدر اعرفكم كان بكام لان لما اشتريته كنت لسه ما قررتش ان انا هعمل الفيديو تجربتي مع فوريفر 52 او رايي فيهم يعني،
فما ركزتش قوي في السعر، بس هو كان بمية وحاجة. اول واحد ده الليكويد ليبستيك، تاني واحد ده الروج اللي هما بيسموه الخشب يعني الغامق اهو، تالت واحد اللي هو المفروض افتح واحد يعني من روج الخشب. مبدئيا الليكويد ليبستيك ملمسه حلو كويس على شفايف، يعني ما ضايقنيش خالص، مش اوفر دراينج، مش هينشف شفايفك ويكرمش والكلام ده، بس في نفس الوقت ما انبهرتش بثباته، مش اكتر حاجه عجبتني كثبات يعني. اعتقد ان انا هحط ده النهارده اللي هو افقل 13 الروج الخشب. بالنسبه لدول، دول اغلى من اماندا، اغلى من الروج اللي زيه من اماندا. اماندا بحاجه 60 تقريبا، وده ب 110. الاماندا اثبت بكتير قوي. ده برضو حلو قوي على الشفايف، ناعم طري بيقعد فتره طويله، بس لو هقارنه بالاماندا، الاماندا احلى بكتير جدا كريحه بقى، كتكستشر، كثبات، مفيش مقارنه بينه وبين الاماندا. قلت اغير البس حاجه تليق اكتر مع الميك اب، علشان حسيت الجراي ما كانش حلو مع اللوك. انا شايفه مشكله ايه فور ايفر 52، بس انت كل درجات الحاجه تقريبا اللي بتشوفيها مش هي اللي بتاخديها. اللي هو مهم ان لو عجبك الفيديو وانت لسه مش سبسكرايب للشانل بتاعتي، دوسي على السبسكرايب تحت ودوسي على علامة الجرس علشان يجيلك نوتيفيكيشن كل مرة بنزل فيديو جديد، ما يفوتكيش اي فيديو جديد ليا. هنتظر ان شاء الله. انا قلت لكم على التشالنج اللي انا عاملاها لنفسي دي، في جيف اواي قريبة ان شاء الله، انا اتأخرت قوي فيها بس لخبيط كده وحاجات. اكتر حاجه انا اكتف عليها سناب شات، اعملي لي اد عليه، هتلاقوه تحت في الديسكربشن بوكس، واعملي لي فولو على فيسبوك وانستغرام، هتلاقوه تحت كمان. لو عجبك الفيديو اعملي ثامبز اب، واستنوني في الفيديو جاي ان شاء الله. باي باي.